السلام عليكم. هذا الفيديو غادي نشرح لكم الطريقه الصحيحه اللي غادي نكتبوا بها اللغه العربيه في الويلكوم مباشره. غادي نكتبوها هنا، غادي تخرج لكم هنا جمله او كلمه او كما كان، يعني داكشي اللي باغي نكتبوه باللغه العربيه. ويمكن لكم ديروا لي بزاف ديال الاضافات، يمكن لكم تكبروا او تصغروا على حساب الشكل والعبار اللي نتوما بغيتوا. نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نمحي هادشي باش نعاود معكم من الاول باش الامور تكون واضحه، وغادي نشرح لكم علاش بعض المرات في البرنامج ديال الويلكوم كنلقاو مشكل في هاد المربع ما كيخرجش لينا في اللوجيسيال ديال الويلكوم. اول حاجه غادي نختار هي هاد الكلمه ديال ارت، عقلوا عليها مزيان. غنكليك هنا وغادي نقلب على ارت فين كاينه هي هادي، غنكليك عليها غادي تبان ليا تكتبات هنا. وهذا هو المشكل، هاد الفيديو راه سبق ليا شرحته قبل، هذا هو المشكل اللي بزاف ديال الناس ما عرفوش يكتبوا باللغه العربيه في الويلكوم. بعد ما كنختار ارت، عقلوا على هذيك ارت لانها ضروريه، يمكن لكم تضيفوا بزاف ديال الكتابه ديال العربيه كما انا داير. هادشي غنشرحوا لكم في فيديوهات من بعد، انا غنوريكم الخطوط اللي عندي ديال اللغه العربيه. خصني حتى نكتب شي حاجه عاد باش غادي تطلع ليا اللغه العربيه. ندير اللغه العربيه في اللوجيسيال، نكتب مثلا سلام بهذا الشكل، ونجي ندير ريسيرش هنا وغنوريكم. يعني هادو خطوط ديال اللغه العربيه انا سبق ليا دخلتهم قبل، كيما شفتوا بحال هاد الخط. هاد الخطوط يمكن لكم تكتبوا بهم. غادي نمشيو دابا للمهم، غادي نخرج من هنا باش نبدا معكم الشرح من الاول. اول حاجه نمشي للبرنامج، انا غنخلي لكم الموقع في اسفل الفيديو، غادي تلقاو الرابط مباشره يخرجكم في هاد الصفحه. غادي نجي مثلا نحيد هاد النص، هذا حتى هو نسيبريمي لانه هو اللي كتبت به. غادي نختار شي حاجه بغيتها نسيليكسيونيا او نكتبها بحال بحال، ندير نسخ، نجي نحطها هنا. شوف ندير ليها باست، وغادي نجي مباشره نهزها من هنا، ما كاينش. علاش؟ خصني نكليك على معالج النص. شو مباشره غادي تكتب هنا. شنو هو المفيد من هذا الموقع؟ هو كيشد الكتابه صحيحه بشكل صحيح وكيخرج عليا بالمقلوب. عندنا لوجيسيال ديال ويلكوم ما كيدعمش اللغه العربيه، ملي كنعطيوه الكتابه بالمقلوب كيعطي لنا بشكل صحيح. يعني خاصني نهز الكتابه من هنا، ندير لها نسخ من التحتانيه ماشي من الفوقانيه، التحتانيه الخانه التحتانيه، وغادي ندير البرنامج ديال ويلكوم. غادي نكليك على ا ونجيب الكلافي، كليك على ا ونكتب اي حاجه مثلا بحال ما هذا الشكل، هذا تعطيني بالمقلوب. غادي نكليكي بالجهه ديال اليمين في الثوري، نجي فوق الكتابه، نكليكي على الخيار الاول، مباشره غادي تخرج ليا هاد الخانه ديال الكتابه. كيقول لي بان راه عندك ارت اريال عفوا. غادي نقلب عليها هنا غادي نلقاها هي هادي اريال، كليك عليها ونجي نكتب داك النص اللي انا باغيه اللي انا مسيليكسيونيه من الموقع، نحطه بحال ما هاد الشكل ونكليك هنا. كيف ما شفتوا معايا مباشره اللوجيسيال هو اللي كتب بالعربيه،
هذه هي احسن طريقه تكتب بها بالعربيه بلا ما تكتب بالكورال دراو. كورال دراو كيعطيك اغلاط وكيعطيك مشاكل، ولي جيتي دير التصويره وتكتب فيها فوتوشوب او وتدخلها اللوجيسيال ودير ليها كونفيرسي غادي تعطيك مشاكل اخرى. علاش مشاكل اخرى؟ لان الخط ما غيمشيش لك بحال ما هذا الشكل، يعني بلوك بلوك بلوك. وهاد الكتبه ممكن تعدل عليها، مثلا الا بغيت ندير تعديلات ديرهم، اي تعديل بغيتي ديري. يمكن لك دير دائره، يمكن لك تختار اي حاجه من هنا، يمكن لك تكبر نوع الخط، يمكن لك تصغريه، يمكن لك تمشي تموضي فيه مثلا شي خط بغيتو يتقارب او يتباعد على حساب داكشي اللي انت بغيتي. اخوان كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تنسوش جيم وبارطاج الفيديو، وشكرا والى اللقاء في فيديو اخر. عفوا نسيت ما وضحت لكم اكثر علاش هاد الخانه ما كتبانش بعض المرات في الويلكوم، لان ملي كنكون باغي نشعل اللوجيسيال ديال الويلكوم كنمشي كنبقى كنتسنى هو يشعل، ما كنخليش يشعل في خاطرو، كنمشي كنبقى نخربق، يعني كنبغي نشعل لوجيسيالات اخرين معاه. هنا اللوجيسيال كيتخربق وما كيعطينيش جميع الوظائف ديال اللوجيسيال. ملي تبغيو تشعلوا اللوجيسيال اول حاجه كنديرها كنكليك على اللوجيسيال ديال ويلكوم يشعل، كنكليك على اللوجيسيال يشعل وما كنشعل معاه حتى شي حاجه اخرى، كنتسناه يشعل على خاطرو. وإلا كانوا عندي بزاف ديال البرامج هنا لتحت، يعني عندي بزاف ديال اللوجيسيالات شاعلين هنا لتحت، من الأحسن نخرج منهم باش يعطيني هاد الخانة، لأن هاد اللوجيسيال مرة كيعطيها مرة ما كيعطيهاش ديال ويلكوم، لأن الذاكرة ديال البيسي كتكون بعض المرات عامرة بزاف والبيسي كيكون تقيل، ومني كتشعليه اللوجيسيال ما كيشعلش بشكل كامل. يلا إلى اللقاء في فيديو أخر إن شاء الله. ما تنسوش الإخوان اشتراك في القناة وحاولوا ديروا شوية دعم، والى اللقاء. انا غادي نرد عليكم في الكومنتير، سمحوا لي بعض المرات كنكون ممثاليش مع الخدمه، حتى كنثالي الحد السبت والحد راني كنجاوب على لي كومنتير اللي كاينين. الى اللقاء في فيديو اخر.